بترول واستبدال بنزين 80 ببنزين 87. في ناس كانت يعني بتتكلم في كتير في الموضوع ده، ايه بنزين 80 و87 ده. مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة مهندس معتز الرسلان استضاف مؤتمر خاص وزير البترول مهندس طارق الملا تحت عنوان مصر على خريطة البترول والغاز العالمية، وكان المؤتمر بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية. ابتدت وقائع المؤتمر بكلمة ترحيب من مهندس معتز الرسلان للحضور من الوزراء والسفراء ورؤساء شركات قطاع البترول، وشرح مبسط لموقع مصر العظيم في ثروة الذهب الأسود البترول، وحالة التفاعل الحقيقه اللي بتسود القطاع بعد القضاء على عده ازمات، منها البنزين والاسطوانات البوتاجاز اللي هي الانابيب، عشان نوصل الى ما نحن فيه اليوم ان مفيش طوابير. وفي كلمته ابتدى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنيه الحديث عن بعض جوانب القطاع البترولي، وذكر بعض الانجازات، ذكرنا ببعض الانجازات اللي حصلت من 2011 لغايه يومنا هذا، حيث قسمها الى ثلاث مراحل: فتره ما قبل الثوره، فتره في 2012 حيث تكبدت الدوله خسائر فادحة بعد ثورة يناير 2011 وانخفض الانتاج وتراكمت الديون الخارجية، وهو ما أدى طبعا إلى أزمات متتالية ومتتابعة عصفت بالقطاع الاقتصادي وشعر بها المواطن العادي كمان. زادت الأزمات الداخلية بين القطاع ومؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما الحقيقة يصطلح على تسميته بتشابكات المؤسسات بالدولة. لفت كمان خلال كلمته إلى زيادة الانتاج والرقابة عليه، بحيث ان الدولة تسير في خطى ثابتة دون تذبذب في الانتاج علشان يوصلوا للمعدلات العالمية زي باقي الدول. واتكلم عن ازمة البوتاجاز وخصوصا في مناطق الصعيد، وازاي تقدر الدولة ان هي تشتغل على حل الازمة دي من خلال استيراد الغاز من الخارج للحفاظ على المخزون الداخلي والمحافظة على تلبية الاحتياجات الداخلية. كمان تناول بقى الحديث عن بنزين 80. بنزين 80 قال ان هو لم يعد مستخدم في باقي دول العالم لان يعني لاسباب في خاصه بالمواصفات. قال عشان كده الوزاره بتعمل على استبداله بحاجه اسمها بنزين 87، وبنزين 87 ده بيرفع كفاءه المحركات، وسيتم استبدال 80 ب 87 قريبا جدا. ده الموضوع الخاص ببنزين استبدال بنزين 80 ب 87. تعالوا بقى